ندخل في حلقة النهاردة وعناوين حلقة الترند. في ترند الأهلي، هاني والشحات جاهزان لمباراة الدحيل، يا رب. كمان في ترند الأهلي، ملحمة جماهير الأهلي للحصول على تذاكر المباراة، معنا لقطات حصرية من الدوحة. وأخيرا خمس تغييرات في مباريات مونديال الأندية، في تفاصيل أكثر أشرحها في هذا الشأن. استعراض مباريات اليوم النهارده، بالتاكيد في مباريات في الدوري المصري والدوري الانجليزي وكاس ايطاليا. الدوري المصري في مباراتين انتهى طبعا، المباراتين انتهوا منذ لحظات قليله. اسوان كان بيلعب مع سيراميكا كليوباترا وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. الجونه كان بيلعب مع الانتاج الحربي في ملعب خالد بشاره في الجونه، وخسر هذه المباراه على ارضه امام الانتاج الحربي ب 3-2. غزل المحلة والزمالك، هذه المباراة بتقام في هذه اللحظات، ومازال طبعا التعادل السلبي بين كلا الفريقين. وفي ختام مباريات اليوم في الدوري المصري، المصري هيلعب مع البنك الأهلي الساعة 7:30. طيب مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، في أربع مباريات. جيفيلد يونايتد بيلعب مع ويست بروميتش النهاردة الساعة 8، وفي نفس التوقيت ويلفرهامبتون هيلعب مع أرسنال. الساعة 10:15 مانشستر يونايتد هيلعب مع ساوثهامبتون، ونيوكاسل يونايتد هيلعب مع كريستال بالاس. في كأس إيطاليا مباراة اليوم، لكن مباراة قوية ومثيرة جدا لا تقل عن قوة مباراة الإنتر والميلان اللي أقيمت الأسبوع الماضي. النهاردة الساعة 10:15 إنتر ميلان في مواجهة قوية جدا مع يوفنتوس في مباريات كأس إيطاليا. بالتأكيد في ختام اليوم مباراة هتكون قوية جدا والكل هيتابعها ويشاهدها.